هم ثلاثة العيالات وجوج رجالة كنعرفهم في وجهة أكيضربو فيك يضربو. وصلت للبلايصة اللي كاين فيها هو، عاشو كله في واحد الحالة، مخو خارج، رجليه كاع مضروبين، كاع مقرضين، رجليه عضومة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق اللي تكلمنا فيه على فاطمة والمرحوم الزوج ديالها اللي تقتل بطريقة جد بشعة، الظاهرة ديال البعض في القرى موضوع النقاش، الشعار ديالهم هو القتل من أجل الأرض، وهذه علامة استفهام. مشاهدينا الكرام، الهدف الأسمى في الموضوع هو تنوير الرأي العام والإفادة البعض العقليات اللي احنا في 2022 ولا زالت الأرواح كتمشي بها الطريقة. الآن معايا الابن ديال المرحوم عبد الرحيم اللي حضر الواقعة من الأول، وهو اللي كان كيشوف الأب ديالو في الأخير ميت قدامه وما لقى ليه جد. تبعوا معايا، الله يرزقك الصبر سعيد. عاود لي القصة ديال باك من شراد الأرض من الأول، توقعات الواقعة. باش شرى الأرض مع السيد، خدك السيدة اللي قتلها جو، شرى من عندها الأرض، هي ما بغاش يشرى ديك الأرض، قالت لي لا الأرض ما تشريهاش، مشى دار لها أوراق ديالها وكروكيت وداك الشي كامل، ما بغاش ما تقبلتش، قالت لي لا ما تشريش هاد الأرض هادي، تشريشها غاش موت. مشيت كان ديجا كانوا ضربوه واحد المرة، كانوا داو لي كونتاكتات ديال الموتور، دار لي تليفون وداو لي فلوس، مشى هاديك لارا بيهم وهادي. خصو ما خداش لي الحق ديالو، هذه المرة التانية. بعد ما قال لنا غاتشو معايا للدكالة تما، بغي نوسع واحد الطريقة مضيقة، يلا هو معايا. صافي مشينا، انا خدامين، انا بستخرني قال لي يجيب لي واحد حاجة من البلاد من راس ليه، حيت الارض كبيرة في تمي جادي. وصلت لفين داك الارض، شوية كنشوف شي وحدين كيضربوا في الواريد، بقيت كنجري 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 كنجري، مش كنشوفهم هاديك السيدة هما تلاتة العيالات وجوج رجالة كنعرفهم في وجهها، أكيضربو فيك يضربو. وصلت للبلايصة اللي كاين فيها هو، عاشو كله في واحد الحالة، مخو خارج، رجليه كاع مضروبين، كاع مقرضين، رجليه عضومة. تحاول باش باغي ندي بطونوبيل ندي للسبيطار، تعيطولي قال لي لا لابيلانس جاية، شي ناس شافوهم وعيطو لابيلانس. صافي مجات لابيلانس، خوت الوليد ماشي دوميش من تماك، قتلوه بواحد الوحشية كنشوف فيه ملي قتلوه، كيهزو الحجر من السطارة وكيضربو في راسو، و العيال جاهزين العصاية وكيضربو فيه كيضربو فيه كيضربو فيه. دي سعيد، انت ما كبرتيش تما، كبرتي في الدار البيضاء. ما كبرتش، ما عشان نقولك تمنيت ما مشينا الشمة، ما عمرني شفت داكشي صراحة، انا في كازا ما عمرني شفت داكشي، شي كون شفتيه انت بعينك. ما وهذه هذه اللي دارت هذا الشيء هي ولادها، كتجي شي حاجه ليكم. جي ولد عمو، جي هي خوها بغى يبيع الارض، تقاد مع الاب ديالك يشريها من عنده، هي اخته قالت لي لا، اختها الراجل مول الارض قالت لي لا ما تبيعهاش ليه، هو عطاه الكلمه باع ليه، ملي شرا وكمل ملي بدا كيدير الاجراءات هو وقاد الايقاد في الارض انتقمت بهذه الطريقه. انت اللي كانت كتقول لي جيب الارض لخديجه غتموت. صافي نتوما سعيد ما حاولتوش ملي كت ما عندكمش معلومات على ديك الارض، وانكم تما تهضروا مع الوالد تقولوا لي اودي شوف هادشي راه فيه الصداع، وراه الا شريتي ديك الارض راه باقا العقليه قديمه، هو روح الانتقام. انت دابا هاد الارض دابا هي خسرات هي ولادها، هي كانت تعتقلت عند دارك، خرجت هي والعروسه ديالها ياك، يعني عروسه ملي كنقولوا عروسه مرت شي واحد في ولادها وبنتها، خرجوا ثلاثه بقوا معتقلين ولادها بجوج، تهم ثقيله غاديين بها، لا ارض لا دنيا. يعني هاد العقليات، انت في المدينه متحضر شويه فاهم هاد الامور، ما حاولتيش تنصح الوالد ملي هددته قبال وملي قلتي تعرض للظلم قبال، ما حاولتيش زعما تقول اودي بلا ما تدخل في هادشي. صراحه شحال واحد كان زيد لي مرش وختي كتهضرش معاه في هاد الموضوع، ولكن هو كيشوف فهمتي من مشى شراها، شرا قانوني ماشي شراها ما عندهاش اوراق، ولا شرا بفلوس وشرا بوراقيه، بقى في الحال كيضربوه كيمشيو كيضربوه، قال لا انا ممكن ما نموت على ولادي نموت على بلادي. فهمتي الواد راه عنده خير وهنا وكل شيء، ولكن هو فهمتي بقى في ديك الحوره على الزعمه، على الشمس بقى ديك التعدد زعما، ما ياخذش ديك الارض على الزعمه،
بصحة من لا عنده واحد العقلية راه ماشي وحش، هو مكابرش مكابر هنا، عنده واحد العقلية ديالو ديالو ماشي ديالو ماشي ديالو، عارف حيت كانوا ديالوش ما يقدرش هو يدير بحالهم، ما يمشي عاد شي ناس اخرى يقول لي ما تشروش ادرلا نقتل لكم بحالهم كيقولوهم، صافي كيقول ديالي ديالي ماشي ديالي ماشي ديالي، هو كيشوف في الشارع الفلوس ديالو غيخلي شي واحد حقه يضيع، راه ما يخليش حقه يضيع، عارف شي عيا يقول هذا حقه نموت على قبل ولا ماشي على قبل، وهاد الناس تعدوا عليه و قتلوه بواحد الطريقة عشان نقول لك ما تصورهاش، تشوف الفيديوهات وهذا راه انت بحكم كنتي شاهد على هذه الامور اللي عطيتينا، انت دزتي عند الضابط القضيه ديال الدراك، درتي المحضر ديالك، صرحتي بداك الشيء اللي عارف، كاين مجموعه من السيديات فيهم داك الشيء بشع، هادشي قدمتوه؟ ما قدمناه، مشينا للدارك عمرناه، وقال لنا مشينا للمحكمة قال لنا الجلسة عندكم نهار 25 في الشهر هذا، وكنتمناو نمشيو للمحكمة ياخدوا لنا حقنا. شكرا لك، الله يرزقكم الصبر يا ربي اختي، الله يرزقك الصبر يا ربي. مشاهدينا الكرام، لنتنوي الرأي العام اكثر في الموضوع، كما قلت في السابق الهدف الاسمى في الموضوع هو الافادة، وتنوي الرأي العام يجب اتخاذ المتعين من توعية لبعض العقليات القديمة، نقاش حاد من اجل الارض، الاب ديالو مشرى بالقانون ولكن اللي هي بنت عمو لها راي اخر، خوها ما بغاتوش يبيع لهاد السيد اللي هو من العائله، كان لها راي اخر، سلوك اجرامي بشع، هي ومرت ولدها وبنتها وجوج ولادها قتلوه بهذه الطريقه. الان المعتقلين جوج اللي هما ولادها، هنا كيتطرح سؤال، الارض السيد مشى عند الله، ولادك ضيعتيهم، تهم ثقيله وجنايات، هاد العقلية واش ما غاديش تبدل؟ وهذا هو الأسمى في هذا الفيديو، دور كل من ساهم من المؤسسات من المجتمع المدني للتوعية، الإطار القانوني واضح، البيع والشراء وفق المساطر القانونية المعمول بها فقط، لماذا هذه الحسابات الضيقة ووسط العائلة؟ ونعلم جيدا أنه عدد كبير من الملفات تناولناهم في مثل هذه القصص الظاهرة ديال القرى، الاختلاف بين البيع وبين الشاري موضوع النقاش، الارض ما خصهاش تباع البراني، والبعض كيقول ما خصهاش تباع العائله كذلك. اشكاليات كبرى فيما يخص الارض في المناطق القرويه، وهذا اشكال كبير. السؤال المطروح في الموضوع، عبد الرحيم مشى عند الله، وهذه الزوجه ديالو عنده بنيه عنده وليدات، النهاية صادمة. مشاهدينا الكرام، لتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع، غادي نشوفوا كما شفنا سعيد، غادي نشوفوا الإبنة ديال عبد الرحيم كيفاش شافت الموضوع، تبعوا معايا.